回，各回。没了。不要了。اليوم جينا نتقداو الخوت على حسب جدو زويج، وبغينا نتقداو حتى لواحد السيد مسكين ساكن حداهم تما كبير بزاف، واحد السيد عنده 86 اولد مان. هو اولد مان؟ 72 نو ذا اولد مان اولد مان. هو تولد مي 80 سمثينغ ذات وير كامين هير فور 86 عنده 86 عام وجينا باش نتقداو ليه دابا شي حاجه. مسكين ما قادرش يخرج، ما كاين اللي عنده لا ولاد لا حاجه، وكيكونوا عندهم ما كاين يدخلوا غير هما ماشي يقولوا راسي يا راسي. هذا الشيء اللي عندهم هنايا هذا البلان. ومراته عندها عمليه ديال القلب، دارت عمليه ديال القلب. كنشوف قلنا نتقداو ليه، قلت لي انا اقترحت لهم هذيك لما نمشيو نتقداو ليه. المهم خليكم معنا الخوت دابا ندخلوا بعد هو الاول نعقموا يدينا عاد ندخلوا ان شاء الله نكملوا. أشتب واحد بلان الخوش فيما كنجي لهذا البلاصة هنا هذا الشوب هنا كندخل بلاصة الحويج، بقيت غرقني في الحويج الأميرة ودرت ماشي ما عندناش ولا شي حاجة، راه كاين تبارك الله عندها وداك الشيء، ولكن كتقضي عليا ديما بواحد الكلمة ديما كتبقى تقول عليا باش تخليني كنحس بالدم. حانت لنا هذي سروالها وهذو ثلاثة الشورطات ثلاثة هذا الفوقاني ديالهم ثلاثة حتى هما خدات لي هادي عرفتي كنجي لهنا الصراحة كندخل على البلاصة كداك سيزيني وحق الله علاش لويس وكتقولي واحد الكلمة أنت ما سمع واش يو غانا ساي تو مي فور بنتك علاش بنتك كتقولي على بنتك يا على بنتك صافي يا بنتك تخلي باش نحس بالدم. هو البلان الخوصة ما كنشريهم بالزمني يعني كنحس بحال انا مضيعه ولا شي حاجه بحال هكا كنقول صافي اللهم نشري لها اللهم. واصلا احنا باش علاش خدامين على قبلها راه ماشي فهمت المشكله ماشي ما عندهاش راه عندها بزاف وراه شي حوايج اقسم بالله العظيم عمر لبساتهم وصغاروا عليها وحق الله العظيم عمرها لبساتهم باقي مكيكيت ديالهم وصغارين عليها هما اللي فلو شي هاف ذات شي نيفر وير بس ذي سمول مور I'm not going to throw them away. كاينين بزاف وزوين ولكن بالشكلاط صافي هاد الدراري الصغار هادو ان شاء الله على عيد ميلاد ديالي اللي يكون كاينين بزاف كاينه هادي ديال الشكلاط شي زوينه كاينه هادي فيها بالشكلاط وكوكيز زوينه وكريم كاينين بزاف ولكن خدينا غير هذيك اللي مزيانه هاي Yeah, that's a nice one. White chocolate, that is. This is the birthday of my dad, inshallah. Yeah, yeah. Well, my friends, we're going to go out. We're going to go out to the rich man. We're going to go out to the rich man. And I'm making curry tonight for his birthday. I'm going to make my own onion bhaji. And here we're going to go out to the rich man. We're going to put a candle in there. غادي نمشيو دابا غنرفع غير شي شمعات وغادي نعطيوها ليه حنا ما غادي ناكلوها حتى العشيه ان شاء الله حتى مورا الفطور. Are you gonna film me cooking tonight? If you want to. No, if you want to. Yeah, if you want to. على حساب الخوت هاد الناس هادو مساكن كبار بزاف. شكرا. I can't see. قلت لكم على حساب هاد الناس هادو كبار بزاف. وما كاينش اللي تقدا ليهم دابا ولينا غادي نوليو نتسخروا لعباد الله تما هادشي اللي دابا اللي كيبان ليا
والصراحة زوين يعني دير الآجر مع هاد الناس هادو وتبين لهم عاوتاني واحد الصورة اللي زوينة بزاف بأن ما كايناش هاد القضية ديال صافي ما نعرفكش ما نسخر لك ما ندير لك شي حاجة. أغلبية هادشي اللي كاين عندهم هنايا الخوت كيبغيو غير الوقر. And you're gonna paint a rock today. Yeah. So down the river, Relinda and Finlay, there's a little area where everyone has taken a rock, painted it, and taken it back down. There's something for you to do when you're in quarantine. Can you explain that? Yeah. قالك دابا الناس شنو كيديروا؟ كيهزوا شي حجرات كيدوهم عندهم ديورهم كيرسموا فيهم شي رسمات ولا كيكتبوا فيهم شي كتبه بحال هكا وكيحطوهم في واحد حدا واحد اش يقول له حدا واحد الواد. There's hundreds and hundreds and hundreds. بزاف كاينين تما كيحطوهم. So nice. Yeah. So you'll have to take it down later and show. كيصايبوا الحجر وكيلونوهم وكيمشيو يحطوهم. الناس كلشي كيدير هاد القضيه دابا. انت اش دابا غيديرها دابا حاليا؟ دابا نصور نشوف الا كنا غادي نصور شي لعيبه تما نصور ان شاء الله Barak family and you got to do the Moroccan flag and the British flag yeah so Barak flag قلت لي دير فيها Barak family عائلة Barak that's how you get more subscribers Barak flag on YouTube yeah قلت لي دير فيها الرايه ديال المغرب ودير فيها الرايه ديال هنايا ديال ويلز وغادي نكتب فيها Barak vlog حتى هي قلت لي غادي تاخذ بزاف ديال السبسكرايبرز مع الناس هنا اللي غادي يشوفوها غادي يقلبوا على بالك فلوج على عشان دابا الخوت راك تعيط لجدها باش تدخل عندها باش يدربوا كيكه على حساب جدها باش غادي نفاجئوه هيا عيطات لها باش غادي تخرج عندنا دابا ان شاء الله سبرايز هاي حتى المهم الخوت هاي وجدنا جدة لويس عطاتنا الشمع هذا دابا غادي نمشيو عندو راه كاين برا مسكين ما عرف والو المهم انا نقلب الكاميرا وغادي نمشيو ان شاء الله تعالى Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear Philip Happy birthday to you Well that looked really lovely That's what I like Quick for the windows and they're gone They're already gone Yay! Yay! Well I'll do a big cake, can I? Nice? Yeah. Yeah. Now we're smashing your face now, right? Didn't know it was your birthday, young man. Old heart, more like. Can you make that in? Yeah, can you tell? Yeah, copy Asda's recipe. Do you like it, Phil? Yeah, lovely. Nice? Yeah. Yeah, I like white chocolate. And me. Oh, you don't go doing that now, wait. Can I have a slice? Yeah. Yeah, I'll have a slice. You'll have a piece? Yeah. Hi, yep. مزيانة خوت ولكن غادي يتبرعوا بهم دابا حنا حتى العشية they are lucky Louise because they're gonna have it now yeah we gotta wait in like 12 hours غادي نتسناو تقريبا واحد 12 ساعة are you jealous now yeah قلت لي واش غير شي منهم كلا الصراحة كتبها يا سلام غادي تال مورا الفطور شوف وتشوف واش ناكلوه ولا ما ناكلوهش حيت لحقاش كنكونوا مقوفين راك عارف ملي يلاه كتاب صح يقول لك الصحه هذا سير ميرا فيرا You like it, Louis? Yeah. Walk. You can go now. غاديين بداك الماكلة داك السيد الخوت نمشيو نديو عليه هاهي شدت لويز غادا معانا هازا هي تا البلاستيك اللي فيها داكشي ديالو اللي خدينا عليه مسكين ساكن بوحدو هنا ومرتو يلاه دايرة عملية على القلب هادشي دخل عندها دابا مسكينة ما خاسرين والو المهم واحد
تعامل معهم وصافون بينوا لهم واحد الصوره اللي زوينه وكان تاع الدين ديالنا وداكشي راه يحطاش عليه قدام الباب باش غادي ينساو غادي يمشي هاي قدام الباب للشوارع She wanted to see Izzy. Oh, she loved to see her again. See you 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 again. See واحد حاجه خوت هنايا الناس اللي ساكنين هنايا ساكنين غير الناس الكبار الاغلبيه كلشي كبير هنايا كلشي الناس كبار اللي ساكنين هنا عاشو ما كانش ندير واحد البلان الخوت دابا ما كاين ميدار والله العظيم بدا نتسخر لهم وحق الله يعني الواحد يعني على الاقل كتخرج وكدير واحد الحاجه برا يعني حاجه زوينه ملي حتى علاش بلا كتسخر لهم وكدير لهم واحد الحاجه كتفرحهم ساكن يعني كيفرحوا بزاف دابا انا مبغيتش نقرب ليه ونهضر معاه لحقاش ندير فيديو مبغيتش نخليه يبان في الفيديو تقول هذا كيصور فيها وانما في الاول ملي قال لي غادي نمشيو نتسخروا لك عاش يفرح بزاف مسكين وبدا كيعاود لينا قال لنا راه ولادي ما كيعقلوا عليا ما والو ما كيجي عندي حتى يعني قال له بواحد الطريقه ماشي باش يعقلوا عليا ما والو قال لك راه عنده ولاد ولكن ما كيجيوش عنده داك الشيء يشوفوه واش خاصه شي حاجه حتى هادشي اللي الاغلبيه كيديروا الكبار الخوت ما كايناش عندهم ديك القضيه ديال صله رحيم ولا شي حاجه بحال هكا صافي السيد كيخرج من دارهم كيمشي بحالاتو مره يجي يشوفه هادشي اللي كيديروا هنايا وعندهم واحد بلان الخوت هنا كيصيفطوا بنادم لدار العجازه بزاف يعني كي ملي كيشوفوا وليدي صافي كبروا بزاف وصلوا للحدان كيلوحوا لدار العجازه هادشي اللي عندهم هنايا الخوت هنايا اغلبيه 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 مش عارفوا هاد القضيه هادي كيوصلوا صافي كي ما كيبقاش لهم ساكن فيني فيني يزيدوا كيصيفطوهم لدار العجازه المهم الواحد يدير الخير وصافي باش بنادم يعرف هاد القضيه بانها راه شي حاجه اللي مزيانه وما فيهاش يعني شي حاجه اللي خايبه اللي خص الواحد يخلي والديه يصيفطوا لدار العجازه وداكشي انا قلتها للويز انا هذه معروفه هذه القضيه هذه ما عندناش حنا هذه الواحد يصيفط راه كاينين بعض شي ناس يعني اللي مسح الوالدين كيصيفطوا والديهم لدار العجازه وانما معايا هنايا في القضيه هذه ما كايناش واحد حيت علاش نقول لكم واحد القضيه الخوت باش نشرحوها واخا بديت كندخل نخرج في الهضره دابا خديت واحد البلان انايا من بنتي دابا بنتي ما كتجيش ما جاتش كبرات ساهله وغادي تكبر ساهله ضروري معذبين معاها بزاف الامور معذبين معاها عليها يعني ما كنعسوش بعض المرات كنتخلعوا عليها ملي كتكون مريضه بزاف الامور الخوت يعني ماشي سهله يعني ماشي سهله باش الواحد كيكبر والواحد يعني خصو يفكر في راسو كيفاش هو كبر يعني دابا انا ملي شفت هذه الفكره هذه شفت هذا البلان هذا مع بنتي عاد حسيت بهذا الشيء مزيان يعني انا ما كبرت ساهل ماشي غير انا رأيي واحد واحد ما كيكبرش غير يعني بوحده ضروا العذاب ديال الوالدين وبزاف الله يسمح لنا من الوالدين ويجي واحد في الاخر دابا ها انت دابا العذاب اللي معذب على اميره وندير عليها شحال من حاجه ويعني ونسيت راسي يعني الفلوس اللي نشدها نخسر عليها هي ويعني كل شيء ديالها وغدا ولا بعدو في واحد الوقت منين كبرت لوحدي في دار العجازه فهمتي الخوت يعني بحال حنا دابا عندنا واحد البلان حنا راه الدنيا كتقلب من بعد ملي كيكبروا كيتقلب داكشي كيوليو الاولاد هما اللي يرعاو والديهم وحشومه الصراحه ما نكذبش عليكم الله يهدي اي واحد اللي كيدير هاد القضيه هادي الله يهديهم المهم دابا قلت ليها تمشي دير لي هاد الكيكه غادي تمشي تعطيهم هاد الكيكه هادي تصيفطها لي حتى هو مسكين يعني كاينه كيكه بزاف وداكشي غادي تمشي تصيفطها لي صافي باش نعلموهم هاد الامور بحال هكا الخوت ما يبقاوش الواحد ما يبقاش ما يعرفش شنو هي الصدقه وداكشي بعدا الحمد لله لويز عارفه بان الصدقه مهمه ضروريه ضروريه والله العظيم ملي غادي تجي غادي نسول على هاد البلان وغادي تقول لكم ما كانوش كيديروا هاد القضيه قليل ولكن باش تعاون الشخص عاد علمت هاد البلان ولا تحس به وعلى الاقل تصدق على الناس يعني الصدقه ضروريه حيت هي اللي كتوقف مع الناس راهي اي واحد كيصدق على الصدقه هي اللي كتوقف مع اي واحد ماما هي الويز هنا دابا جلسنا في البلاصه غادي نسول على داك البلان ديال الصدقه الخوت باش عرفوها يا هكا تك راه خاصها تكون طيب دابا واتي لير فور مي بوت هيلب مي بور بيبل Even if you haven't got anything yourself, if you see someone who needs it, give it. Exactly. يعني هذا هو البلان اللي كنشتي. When did you learn this? I was in Morocco. Because, do you know, I'll give you an example. Yeah. Obviously, I'm not saying that we've got a lot of money. That's not what I'm saying. Yeah. Right.
and saying that there was a woman in Marrakesh. Yeah. She had a baby and she was on the floor selling cakes. Yeah. For what? $1, $2? Yeah. For a cake. Yeah. And I'm شرح لكم الخوت. And when she seen that I was pregnant, she gave me another one for free and she had nothing. Yeah. باش نعطيكم واحد البلان الخوت. باش تعرفوا ملي كنت كنشرح ليها انا على هذا البلان حيت في الاول قالت لكم علمت واحد الحاجه واخا ما يكونش عندك وتكون عندك غير حاجه شويه صدق اعطي المهم واخا يكون عندك غير شويه هذه الحمد لله واخا ما خاصش نقول هذا الشيء هذا ولكن غير باش تعرفوا شنو علمتها في الامور اللي علمتها في الامور وقالت لكم على واحد البلان على واحد السيده قالت لكم ما كتقولش لكم بانها راه لاباس عليها ولا شي حاجه راه حنا عاديين راه يعني الحمد لله ما خصناش وما يعني ما لاباش علينا اللي بغيت نقول لكم قالت لكم واحد السيده كانت في مراكش ملي كانت حامله لويز واحد السيده في مراكش قال صاف فلورد كتبيع واحد الحلوي ديال الكوكي اللي عرفتو داك ديال الدرهم قالت لكم مسكينه كتبان ما فحالهاش الله يحسن العوان قالت لكم ملي شرينا من عندها حنا ديك الوحده هي شهات هذاك الحلوي ديال الكوك خديت من عندها وحده خلصت صافي كانت باغي تجرب اي حاجه قالت لكم ملي كانت حامله قلت لك شريت هذاك الحلوى وعطيتها ليها وهذيك المراه مسكينه يعني شو سبحان الله العظيم عرفتي وهذه راه مزيانه بيناتها ليها حتى هي وعاد شرحت لها الامور هذه هذيك المراه مسكينه هي ما فحالهاش وداك الشيء وشافت لويز بانها حامله وهو عرفتها هي اللي بغاتها وتقول لها هاكي زيديك وحده فابور عاد قلت لها لا الحاجه لا لا وداك الشيء لا المهم ما بغاتش قلت لها كي تخلص قالت لي والله ما نتخلص من هذا اجر هذا باش يتكتب لي وقلت هذا البلان ما خصش نقوله باش يبقى اجر مستور وانما باش نقول لكم الخوت شنو كيطرا وعجبها الحال بزاف قلت لها هذا هو البلان اللي قلت لك عليه واخا ما يكونش عندك عطي صدقي كاين شي وحدين اللي محتاجين يعني الواحد ما خصش يفكر في هذه الامور هذه يعني ديما الصدقه زوينه في الصدقه كتوقف مع الواحد وهذه الامور هي اللي علمتها حاليا وولات فيها دابا يعني ما يعني انا ما غاديش نقول لكم انا انني كنصدق وداك الشيء غادي يبقى بيني وبين الله سبحانه وتعالى وانما هذه الامور اللي زوينه الواحد توقف معها الصداقه حيت الصداقه هي اللي كتوقف مع كل شيء راه شحال من واحد ربي قال سبحانه وتعالى يعني راه الواحد راه واخا كان معاصي وبزاف الامور وانما الصداقه كتوقف معاه راه الصداقه يعني ضروري هي كتوقف حيت عرفت انا باش نقول لكم واحد الحاجه الخوت بان ديك الصداقه راه بحال بنك بحال اجونس ديال الله سبحانه وتعالى يعني كتخزن فلوسك كتخزن داك الشيء ديالك يعني مثلا عطيتي مثلا واحد درهم راه هذيك الدرهم ماشي بقات عند داك السيد مشات عنده راه ديالك باقا ديالك فين مشات راه مشات خزنها عند الله سبحانه وتعالى تخزنات عنده فهمتي دابا البلان يا ويت وان مينيت باش عرف واحد القضيه الرسول صلى الله عليه وسلم قال عائشة رضي الله عنها وفي عيد الكبير كان باغي يصدق الحولي ديالو اشنو دار قال لها غادي نصدق الحولي كامل ديالي شي في عيد الكبير قال غادي نصدقه كامل وغادي نخلي منه غير الكتف هو اللي غادي يخلي ويقول لي يا رسول الله ترى يعني ما بقى لي نوال بقى لنا غير شويه عطيتي لك الحولي كامل قال لها شي هذا الحولي هذا اللي عطيته انا راه حزين على هذا الحولي بانني عطيته دابا بحال هكا قالت لي علاش قال لها غدا عند الله غادي نلقاه ناقص كتف حولي كامل وناقصه كتف قال انا مكرهش نعطيه كامل يعني شو فهمت الامور الخوت يعني على الاقل كتكون خازن واحد الحاجه اللي عند الله سبحانه وتعالى يعني هذه القضيه هذه صدقه ضروريه منها الخوت so it's very important to help people Yeah, very important. That's why we're going to. Where did you learn this from? The tech. قلت لها منين تعلمتي هادشي قالت لي انا الحمد لله هذه الحمد لله That's why الحمد لله ونشكره عليه we give a sheep to someone who needs it for aid باي قالت انا ماكش باغي نقولها كاع يعني كنت عطيتها هذا الحواله هذه علمتها هذا البلان هذا وربي كتب لنا الاجر وصافي بلا ما نقولها اي didn't want to say that how she said it sorry it's alright then I didn't know قلت لها ماكش باغي نقول هذا البلان هذا وانما الحمد لله المهم الواحد يعرف هذه الامور هذه خصي يركز فيها بزاف راه ماشي للضروره خصك تكون لاباس عليك عاد تصدق راه ماشي للضروره على الضروره هي انك واخا يكون عندك غير تمره اقسم مع اخوك اقسم مع واحد السيد اللي مسكين محتاجه and I like to keep like everything in me was ever had I like to keep to give to someone who needs it yeah I always exactly. think about things like that I never waste food yeah exactly هادشي اللي كاين اخوتي كنتمنى الناس يعرفوا هاد الامور هادي والواحد يركز فيها وراه ماشي حنا اللي جينا لهاد الناس هاد القول هذا حيت اغلبيه الناس كيجيو لهنايا يعيشوا مع القول كيولوا معاهم كيولوا منهم لا الواحد ضروري خصو يبقى محافظ على الثقافه ديالو محافظ على الاصل ديالو منين جا ومنين كل شيء حيت اغلبيه الناس اللي كتشوفوهم وصلوا للغربه وصلوا مع الناس القول كيبغوا يتخلطوا معاهم ويولوا معاهم ويولوا بحالهم علاش باش يرضاو عليهم هما لا راه ما كايناش هاد القضيه هذه
فرض الوجود ديالك، فرض داكشي ديالك، الدين ديالك اللي كبرتي فيه، الاصول ديالك، الثقافه ديالك، انا غادي احترمك احترمك. راه ماشي من الضروره خاصني انا نولي ناكل الحلوف، ولا انا نولي نشرب الشراب، ولا انا نقطع صالتي، ولا نقطع يدي من رحمه الله سبحانه وتعالى، عاد هما يوليو راضين عليا ونولي فرحان انايا. ما يمكنش هاد الامور، راه كنا لي راه كنا راه الدوله بعدو غادي نموتو، راه حتى حد ما ضمن راسو. يعني الواحد يفكر في هاد الامور هادي. اصلك 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 راه يعني عمرك خصك تنسى هاد البلان هذا. يا وي غانا جو ناو. المهم الخوت تلاقاو فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.